لما تزور حد والحد ده ساكن في مكان بعيد والطريق اللي بيده زحمة أو مكسر، مفيش داعي تحسسه إنك اتبهدلت عشان تزوره أو تروح له، هو بيبقى حاسس بالإحراج لوحده. هو عارف إن المنطقة اللي عايش فيها زحمة ومكسرة، وهو لو كان بإيده إنه يسكن في مكان أحسن كان عمل كده. لما تزور حد شقته ضيقة أو الجو فيها حر أو العفش فيها بسيط، مفيش داعي كل شوية تتكلم عن شقتك الواسعة وتتكلم عن أهمية البراح والوسع والتكييف. مش لازم تنغص عليه حياته، هو لو كان قادر يشتري قصر ما كانش اتأخر. هون عليه وحسسه إن شقته جميلة وفيها بركة رغم إنها مش كبيرة. مفيش داعي تهزر مع حد بكلام انت عارف إنه بيضايقه لمجرد إنك بتستمتع بده. للأسف في ناس بتتبسط لما تشوف اللي قصادها محروق دم ومتضايق. مفيش داعي كل ما تشوف صاحبك تفكره انه تخين وشكله وحش، هو حافظ نفسه كويس وأكيد متضايق من ده. لو عندك نصيحة تنفعه في مشكلته هو هيقبلها قولها له، غير كده بلاش تحرجه. مفيش داعي تتكلم عن مدرسة ولادك الغالية النظيفة اللي بتعمل أنشطة كتير قصاد واحد ظروفه المادية اضطرته انه يودي ولاده مدرسة متواضعة جدا. مفيش داعي تتكلم عن عربيتك وازاي هي بتسهل عليك حياتك قصاد واحد طلعان عينه وطافح الكوتة في المواصلات كل يوم. الإنسان بطبيعته بيحب يحس بالتميز، وبيحب اللي حواليه يحسوا بتميزه ده، وأحيانا شعوره بالتميز بيبقى مرهون إن يشوفه في عيون الآخرين. بس الأسلوب ده ممكن يكسر قلوب ناس حوالينا كتير وينغص عليهم حياتهم.